المشكله مش المشكله دايما في وجهه نظر كده مجتمعيه انه التعليم الفني والتعليم التطبيقي درجه تانية وانه اقل في المستوى. هل الفكره دي احنا تجاوزناها ولا لسه موجوده في عقول المصريين وفي عقول المجتمع ان احنا لا مفيش احسن من التعليم الثانويه العامه والكليه اللي احنا عارفينها؟ طبعا في البدايه بحييكم على تناول هذا الموضوع الهام اللي بيمس شريحه كبيره من المجتمع المصري. طيب احنا دلوقتي عندنا ارث قديم ان التعليم الفني درجه تانية. طيب هل الارث دوت كان ليه قواعد واهيه ولا قواعد راسخه؟ لا، كان ليه قواعد راسخه. احنا خلال عشرات السنوات يا استاذ محمد الماضيه كان عندنا نمط التعليم الفني العادي التقليدي اللي هو 3 سنوات. كان الطالب اللي بيحصل على 140 درجه في الاعداديه ملوش مسار غير التعليم الفني. طب الطالب المتفوق بيروح فين؟ الثانوي العام. فهنا تبلور صوره ذهنيه لدى المجتمع المصري ان ده تعليم من الدرجه الثانيه، لكن هل ده الواقع الحقيقي حاليا؟ لا، بكل الاشكال. الدوله المصريه حاليا عندها توجه كبير جدا نحو التعليم الفني. التوجه ده ظهر في جانبين، الجانب الاول التعليم ما قبل الجامعي اللي هو تمثل في تطوير المدارس الفنيه القائمه التقليديه سواء ثانوي تجاري او صناعي او زراعي الى اخره او فندقي. وفي ناحيه التعليم الجامعي من خلال بناء الجامعات التكنولوجيه، عندنا حوالي 10 جامعات وفي سبيلنا ان احنا نبني 17 جامعه بحيث ان هم يغطوا جميع جوانب الجمهوريه او محافظات الجمهوريه. فبالتالي هنا حصل طفره في التعليم الفني. طيب في علم النفس هل تغيير الصوره الذهنيه لدى الناس بالامر سهل اطلاقا؟ بياخد وقت بالظبط، فتره زمنيه محتاج سنوات. انا سعيد بقى بحاجه السنه دي. ايه هي يا فندم؟ اللي انا بقى بتجيلي تساؤلات كثيره جدا جدا من اولياء امور طلاب في الاعداديه، دخل اولادنا فين؟ ودي حاجه جميله جدا. خلي بالك اولادهم جايبين مجاميع عاليه، رغم كده كله خايف من الثانوي العام. دلوقتي يا فندم في مجموعه من الاسباب اللي يمكن تدفع ولي الامر الى ان هو يدخل ابنه مدارس فنيه او تكنولوجيا تطبيقيه وما يدخلش ولاده ثانوي عام. سواء الاسباب دي خاصه بمميزات المدارس الفنيه او بمشكلات الثانوي العام. طب ايه مثلا المشكلات في الثانوي العام اللي بتدفع ابني اللي انا الحقه بالتعليم الفني؟ اول حاجه فنن ان مناهج الثانوي العام حاليا مناهج يعني مش سهله. طالب الثانويه العامه لازم يكون طالب قوي من الناحيه العقليه من الناحيه المعرفيه. تاني حاجه انه نظم الامتحانات في الثانويه العامه دلوقتي بقت نظم عاليه بحيث ان هي بتقيس عمليات عقليه عاليه لدى الطالب، مش اي طالب بيقدر يتعامل مع الاسئله. رغم ان احنا جبنا الاسئله الموضوعيه في الامتحانات بنسبه 85%، لكن رغم كده كثير من الطلاب ما بيعرفوش يتعاملوا معاها. كمان يا فندم دلوقتي المدارس الفنيه دلوقتي او التكنولوجيا التطبيقيه اللي بيرعاها مؤسسات كبيره جدا في الدوله، يمكن تلاقي مؤسسات صناعيه ناجحه، شركات صناعيه شركات كبيره بتضمن التوظيف كمان والعمل والتدريب والعمل. بتوفر حاجتين يا فندم، بتوفر للطالب تدريب اثناء الدراسه، كمان بعد ما يخلص ان هي توفر له فرص عمل في الشركات بتاعتها. فدي كلها عوامل جيده جدا. كمان يا فندم في حاجه كويسه، طالب التعليم الفني ليه 3 فرص مش موجوده لدى الطالب الثانويه العامه. ايه يا فندم؟ اول حاجه يمكن يلتحق بسوق العمل مباشره، اول ما يخلص الدبلوم يخش يشتغل وبيحصل على فلوس. تاني حاجه يا فندم زي ما الدكتوره قالت ان هو يلتحق بجامعات تكنولوجيه، جامعات تكنولوجيه 80% من الطلبه بتوعها من طلاب التعليم الفني وبيخشوها من غير معادله. طيب 3 فرصه اللي هي الجامعات الحكوميه العاديه، كليات الهندسه، كليات التجاره، كليات الحقوق، كليات الزراعه، دي كلها بتقبل الطلاب بس بنظام المعادله. فده ليه 3 فرص بيخليه يتميز من عن طالب الايه الثانوي العام.